تكوين الأطفال والشباب في مجال خلق المقاولات في صلب اهتمامات مؤسسة إنجاز المغرب، والتي أعلنت من مدينة تمارا عن انطلاق عملية تكوين المئات من التلاميذ. روبورتاج محمد الريشي وتحرير أمين الخالدي. الورشة التكوينية هاته تستهدف 1000 تلميذ وتلميذة، والهدف تمكين المستفيدين من القواعد والمبادئ الأساسية لخلق المقاولات، انطلاقا من تعريفهم وحثهم في البداية على روح المبادرة الفردية. ثقافة المقاولة وتغيير الفكرة ديالنا من عمل عام إلى عمل خاص، وكنتمنى أن هذا العمل يستمر يكون في مؤسسات أخرى. تشرفنا بمعرفة أشياء كثيرة بمدرسة محمد النجاعي مدينة تمارا، وجينا أطر كبيرة من شركات كبرى في الدار البيضاء أجت إلى الرباط لكي يعطينا معلومات كثيرة على كيف عندما نكبر كيف نستمر حياتنا ونقوم بعملنا على ما يرام. 60 إطارا ينتمون لأكبر الشركات بالعاصمة الاقتصادية، سيقومون بتكوين البراعم على خلق المقاولات في إطار برنامج أكاديمي دولي. 30% ممن شملهم هذا التكوين في الخارج أنشأوا مقاولات خاصة بهم. هم أطر سيقومون بتأطير الشباب لعدة أسابيع بهدف خلق مقاولين شباب وإعطائهم القواعد الأساسية في الشق المالي والعمل على منحهم حياة نشيطة. سي اون بروميير يعني في المؤسسات يعني العموميه، كون ان الثقافه المقاولاتيه تدخل المؤسسه المغربيه. بطبيعه الحال لاحظنا واحد التفاعل منقطع النظير لدى التلاميذ ديالنا، جو جديد. برنامج تكوين براعم الاعداديات والثانويات تشرف عليه مؤسسة إنجاز المغرب، شمل في البداية إعدادية محمد النجاعي بتمارة، في انتظار مؤسسات تعليمية عمومية أخرى.